تنظم وزارة الصحة فعالية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوعية بالحد من استخدام المضادات الحيوية ومكافحة الميكروبات المقاومة لتلك المضادات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للحد من استخدام المضادات الحيوية. كما تمت إنارة 4 مستشفيات باللون البنفسجي، وتشمل معهد ناصر للبحوث والعلاج ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى النصر ببورسعيد. على كل حال، المزيد من المتابعة والإيضاحات ينضم إلينا من أمام مستشفى الشيخ زايد التخصصي الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. عوض، أرحب بك وإليك الكلمة، تفضل. ننسي خالص التحية. بالفعل كما أسلفت، منذ دقائق أضيئت عدد من عدة مستشفيات مصرية بهذا اللون البنفسجي. ربما الصورة توضح أمامي، نحن الآن أمام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وفي نفس التوقيت تضع أيضا 3 مستشفيات أخرى، هو معهد ناصر كما أسلفت، بالإضافة إلى مستشفى النصر في بورسعيد، بالإضافة كذلك إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي. لماذا تضع بهذا اللون في هذا التوقيت؟ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتحذير من الإفراط في المضادات الحيوية، الذي يمثل الإفراط في المضادات الحيوية إحدى أهم المخاطر التي تواجه الصحة الإنسانية حسب توصيف منظمة الصحة العالمية، الذي وضعته من ضمن 10 مخاطر تهدد صحة الإنسان على كوكب الأرض، لأن الإفراط في هذه المضادات الحيوية يولد ميكروبات تؤدي إلى قلة فعالية تأثير الدواء الأصلي الذي يأخذه المريض. وأكدت وزارة الصحة في بيان لها أن الإفراط في المضادات الحيوية خاصة لمرضى الإنفلونزا أو البرد له تأثيرات سلبية عديدة. على كل حال، هناك عدد من الندوات التثقيفية التي ستقيمها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوعية بمخاطر هذا الأمر، وكذلك للمواطنين، وهذا دورنا، لذلك نحذر من الاستمرارية أو الإفراط في استخدام المضادات الحيوية. في 2015 نانسي، في الاجتماع 68 لمنظمة الصحة العالمية، تم اتخاذ هذا اليوم ليكون يوما عالميا للتحذير من تلك المخاطر. عودة لك نانسي. نعم، عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، أنا بشكرك شكرا جزيلا عوض على هذه التفاصيل. كنت معنا من أمام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، شكرا جزيلا لك.